صباح الخير. هل تفوض هيئة العلماء المسلمين لتقايد مع خاطفي العسكريين اللبنانيين دون قيد أو شرط؟ وما هي تداعيات محاصرة بلدة عرسال على السلم الأهلي في البقاع؟ في الاستحقاق الرئاسي يشهد لبنان حركا دوليا فرنسيا روسيا في محاولة لإنهاء الأزمة. العماد ميشيل عون يعلن استعداده للتفاوض مع أي كان حول الجمهورية. ماذا يعني هذا الكلام؟ اليوم ضيفي في حوار اليوم، أهلا وسهلا فيك، أهلا. الكاتب السياسي قاسم قصير، صباح الخير. صباح النور. بدي أبدأ من موضوع العسكريين المخطوفين وهذه العملية التفاوض يلي بداية كانت مع قطر، مع الوفد القطري الذي انسحب، واليوم عم نشوف مع مين بدنا نسلم أو لمين بدنا نسلم هذه المهمة. في تضارب في المواقف السياسية، برأيك هل ستنجح هيئة علماء المسلمين بإعادة هؤلاء العسكريين إلى ذويهم؟ يعني التجربة مع هيئة علماء المسلمين في السابق لم تكن ناجحة بالمطلق. يعني طبعا هيئة علماء حققت قديما إنجاز معين في موضوع أعزاز، عندما ساهمت في إطلاق أحد مخطوفي أعزاز قبل إتمام الصفقة الكاملة. خلال معركة عرسال هيئة علماء المسلمين كانت تدخلت من أجل إنهاء الحصار على عرسال ووقف إطلاق النار، مقابل آنذاك قيل سحب انسحاب المسلحين وإطلاق العسكريين المختطفين. لكن الذي حصل أنه مجرد أن تم وقف إطلاق النار انسحب المسلحون وأخذوا معهم العسكريين المختطفين. لذلك هناك علامة سؤال أنه أي دور لعبته هيئة علماء المسلمين في خلال أزمة عرسال. اليوم هناك نوع من انعدام الثقة بين الأجهزة الرسمية ودور هيئة علماء المسلمين، لأن أنه ماذا تريد هيئة علماء ولماذا الآن تحركت وهل يمكن أن تنجز شيئا؟ طبعا هذا لا يعني قطع الطريق أمام دور هيئة علماء المسلمين. أنا لا أريد الآن، ليس هذا من حقي، هذا يعود إلى مجلس الوزراء وإلى أجهزة أمنية، لكن هناك شكوك وعلامات استفهام حول دور الهيئة وطبيعة حراك الهيئة ولماذا الآن تريد الهيئة تتحرك. نعم. وهل الهيئة قادرة على أن تمون على مقاتلي داعش والنصرة، وما هي الأمور التي تحققها؟ لأنه الطلب الذي طلبه هناك ثلاث مطالب طلبتها الهيئة حتى الآن حسب المواقف المعلنة. أول مطلب إطلاق سراح النساء والأولاد المعتقلين الآن الموقوفين الآن. الموضوع الثاني أخذ تفويض رسمي من الحكومة أو من الأجهزة الرسمية للتفاوض. والمسألة الثالثة هي إعطاء موافقة معلنة رسمية على مقايدة. حسب ما قرأت اليوم من أخبار أنه بعض معنيين بموضوع المختطفين يطالب أولا قبل أي شيء بأن يكون هناك تعهد خطي. نعم. من قبل الجهات الخاطفة بوقف إعدام العسكريين. حتى الشخص اللي من رافعي يبدو أنه هو الذي طلب هذا الموضوع بأنه تعهد خطي من جبهة من الخاطفين أنه ما رح يعدموا بقى. نعم. أي منذ فترة عندما كان هناك مفاوضات وكان هناك حصل تفاوض عن طريق الوسيط القطري، حصل اللبنانيون على وعد بوقف إعدام العسكريين، لكن للأسف وجدنا أن هذا الوعد. هل يختلف الوعد الشفهي عن الوعد الخطي؟ طبعا يعني هذا موضوع إذا حصل يعني قرار خطي رسمي من قبل جبهة النصرة ومن قبل داعش، هذا يعني نوع الالتزام. طبعا مع هذه المنظمات لا يمكن شيء أن يضمن الالتزام بالوعود، لكن على الأقل هذه تعطي للمفاوض اللبناني ورقة قوية بأن هناك وعود خطية حتى يتم العمل على أساسها. الموضوع أنا برأيي يعني يحتاج إلى، طبعا رغم حرارة قضية المختطفين وإشكالية قضية المختطفين، لكن أي تفاوض أي تواصل يجب أن يكون على أسس واضحة. نعم. اليوم من بعد عملية الخطف صار في تشكيك من أطراف داخل الحكومة بخديعة تعرضوا لها في هذا الموضوع، وكان في اتهام مباشر لهيئة علماء المسلمين التي يقال علنا يعني من أطراف الحكومة أنها خدعت هؤلاء وأدت إلى هذه النتيجة، أدت إلى عملية الخطف. اليوم هل يمكن إنه الحكومة تعود وتفوض من خدعها في المرة الأولى؟ يعني أنا ذكرت قبل قليل أن هناك علامة استفهام حول دور هيئة علماء المسلمين خلال أزمة عرسال.
لأنه كان هناك مفاوضات، كان في التزام بوقف إطلاق النار من أجل إخراج المسلحين ومقابل إعادة، لكن هذا الالتزام لم يحقق. طبعا هذا أدى إلى علامة استفهام كبرى حول دور الهيئة آنذاك. وصفوها بالخديعة. هلأ كلمة خديعة يعني أنا حتى لا أوصف ذلك الآن، يعني طبعا بغض النظر عن ملاحظات على هيئة العلماء المسلمين، أنا برأيي نحن نريد حسب ما يقول المثل اللبناني أن نأكل عنب ولا نريد أن نقتل الناطور. بس هيئة العلماء المسلمين طالبة، يعني اشترطت خطوات عديدة قبل ما تباشر بالعملية التفاوض. بالمقابل يعني. يعني هلا أولا المفتي الجمهورية دريان طلب من الهيئة الذهاب إلى عند رئيس الحكومة. أمس التقت الهيئة الأستاذ وليد جنبلاط ومدير عام الأمن العام حسب ما شفت، ما بعرف إذا هذا خبر قديم أو جديد، واللواء أشرف ريفي. يعني الهيئة تتحرك. يعني طبعا قرار المفاوضات بيد الحكومة وقرار الوسيط بيد الحكومة، لكن أي وسيط ينبغي أن يقدم نفسه يجب أن يحرز الثقة، ليس فقط ثقة الحكومة، ثقة الأطراف الأخرى. هل تتمتع هيئة العلماء المسلمين بثقة الاثنين معا؟ أنا يعني ليس لدي معلومات ما هي ما هي قدرة هيئة العلماء. بالتجربة الماضية كان هناك شكوك، ليس فقط من قبل الحكومة اللبنانية، حتى من قبل المسلحين بدور الهيئة، وتم إطلاق النار على رئيس الهيئة، أو كان الشيخ سالم ممكن رئيس آنذاك عندما دخل إلى عرسال وتم إطلاق النار. وفي حتى عندما حصلت أحداث طرابلس بعض المقاتلين المؤيدين للنصرة مثل شاد المولوي أصدروا بيانات هاجمت الشيخ سالم الرافعي وهاجمت بعض المشايخ. أنا ليس لدي الآن معلومات لأنني لم ألتقي، أن هيئة علماء المسلمين الآن هي خرجت من أزمة داخلية بعد استقالة رئيسها السابق الشيخ مالك جديدي. نعم. وحصل يعني صدرت بيانات تشكك بالهيئة ودورها. طبعا الهيئة الآن هي بحاجة للقيام بإنجاز مهم من أجل أن تستعيد دورها في الساحة الإسلامية على مستوى لبنان بعد الانتكاسات التي تعرض لها بالأشهر الماضية. هناك حاجة للهيئة لإعادة تفعيل دورها. وبالتالي ما الذي يضمن للدولة اللبنانية أنها إذا قدمت هذه التنازلات التي تطلبها اليوم هيئة علماء المسلمين قبل شروعها بعملية التفاوض، ما الذي يضمن نجاح عملية التفاوض؟ طبعا هذا مرتبط أنا برأيي بقدرة الهيئة على الأخذ التفويض من قبل أن تأخذه من الحكومة، من جبهة النصرة ومن داعش التي هي وحتى الساعة ما بعرف، أنا ما عندي معلومات ماذا حصلت هيئة العلماء المسلمين، أنه هيئة العلماء المسلمين تريد أخذ ثمن قبل أن تقدم أي شيء آخر. يعني تريد من الدولة شروط معينة وقبل أن نضمن أن هذه الهيئة تستطيع أن تكون هي القناة المباشرة مع جبهة النصرة وما داعش. لكن عندما تتم عمليات تفاوض بيكون في شروط وشروط متبادلة، ألا تعتقد أنه بعض مواقف المسؤولين اللبنانيين يرفعون من شروط جبهة النصرة وداعش في عملية التفاوض هذه؟ يعني مثلا أن أبو علي جبلاط عندما قال أنه مع المقايدة من دون قيد أو شرط، وبالتالي يعني هل يضع هذا السقف العالي، عم يعطيهم سقف عالي قبل ما نبلش بالتفاوض؟ يعني برأيي منذ بداية هذه الأزمة هناك خلل بمتابعة هذه القضية، سواء بالمفاوضات بطريقة إدارتها إعلاميا وسياسيا، حتى أن رئيس نبيه بري قبل يومين قال أن خلية الأزمة تحولت إلى أزمة خلية، لم يكن هناك مفاوض واحد، كان هناك تعددية بالمفاوضات، لم يكن هناك وضوح بكيفية استخدام أوراق القوة الموجودة، دائما كان في إرباك. أنا الأوان حتى لا نعود إلى ما مضى، نحن أمام وضع جديد، يعني خصوصا أن كل يوم يعني كل فترة يعني يتم إعدام أحد الأسرى المختطفين. يجب على الحكومة أن تقف وقفة الآن مراجعة تقييمية، هل الأداء الماضي السياسي والإعلامي صحيح؟ هل يجب أن يكون هناك عدة أصوات؟ يعني أستاذ وليد جنبلاط مع احترامي لدوره ولجهده وهو يبذل جهد، لكن بالأخير لا يستطيع أستاذ وليد جنبلاط أن يعلن ماذا يريد هو أو لا يريد. إذا كان لديه موقف يجب أن يعلنه داخل مجلس الوزراء مع ضد. يعني ليس صحيحا أن يتم إعلان المواقف بالمفاوضات
بشكل علني. انا برايي، انا برايي اهم عنصر توجه الى هؤلاء، يعني نزل عند الاهالي هلا التضامن مع الاهالي امر ضروري، واطلق هذا الموقف من تواصل هناك. ايه، حتى سمعت اليوم كمان تصريح للرئيس نبيه بن هذا فقط تضامن مع الاهالي، هذا يعني بنسميه هذا المشهد فقط يعني هو تضامن مع الاهالي. استاذ وليد جنبلاط بالاخير هو سياسي لبناني ينشط من اجل يمكن يكون له وضعيه، وهناك احد ابناء الجبل المختطفين من ضمن، يعني هناك ضغط عليه، والوزير وائل أبو فاعور حاول أن يكون هو قناة إحدى القنوات من أجل معالجة هذا الموضوع. طبعا أنا لا أريد يعني أن أتحدث عما يسمى التنافس السياسي بين القوى السياسية أو أخذ الشعبية، لأن هذا الموضوع بس هذا الموضوع يستغل لهذه الغاية. يعني هلا أنا لا أريد أن أحاكم النوايا، لكن أنا عم بسألك شو رأيك أنه قراءتك بهذه المواقف السياسية وهذه الخطوات اللي عم يعملوها، ألا تستغل هذه القضية لمصالح سياسية؟ هناك قواعد بالمفاوضات عادة، وهذا موضوع يعني ليس فقط يختص بلبنان، يختص بالدول. أي مفاوضات حول إطلاق أسرى ومختطفين يجب أن تكون سرية، أهم عامل السرية طبعا، وأهم عنصر القرار الموحد. يعني ما بيكون في لدى الجهة التي لديها مشكلة أن يكون عدة قرارات، استخدام أوراق القوة يكون خاص غير معلن، طريقة عرض الشروط يكون كله سري. نحن للأسف بلبنان انتهكنا كل هذه الأمور. أول شيء كل واحد كان يغني على ليلى، كل طرف يريد أن يحقق هو مكسب معين سواء بالسياسة أو مع هذه المختطفين، كل واحد يريد أن يقدم نفسه أنه هو البطل الذي سينقذ المختطفين. بالأخير خسرنا 3 جنود ومجندين حتى الآن، والقضية لا يوجد أي حلول، والخاطفين يتحركون هم من موقع القوة وموقع فرض الشروط. أنا برأيي الآن ليس من حق أي سياسي، ويجب أن يكون هذا معلوم، هذا يمكن كمواطن أنا أتحدث ليس كمراقب سياسي أو صحافي، أن هو يقول ماذا يجب أو من علنا، خصوصا من هو ممثل أو بالحكومة أو أنه يختلف بالمواقف علنا أو مثلا. أنا برأيي أنا برد عليه الرئيس كل من لديه أنه لا أنا مختلف معك بالتفاصيل، بصير هيك بيعطون كل الأحداثيات عناصر للخاطفين، قوة للخاطفين. أنا برأيي كل القوى السياسية خصوصا الممثلة بالحكومة يجب أن تعلن مواقفها داخل الحكومة. نعم، وأن يكون ماذا فعل حزب الله في هذه القضية؟ حزب الله هو جزء من الحكومة، عندما حصلت شكوك أو التباسات حول موقف حزب الله أن حزب الله ضد المفاوضات قبل أن يتم إطلاق سراح عنصر حزب الله عماد عيال، نعم السيد حسن شخصيا يعني مش أنه والله طلع بيان من الحزب، أعلن أن حزب الله يؤيد المفاوضات. نعم. وحدد السيد حسن، والسيد حسن وحزب الله معروف أنهم لديهم خبرة طويلة بالمفاوضات السرية مع العدو الصهيوني لإطلاق أسرى، حدد مجموعة عناصر يجب أن تلتزمها الحكومة، وهذه الطريقة هي التي اعتمدها حزب الله، السرية، توحيد الموقف، استخدام أوراق القوة، المفاوضات بشكل غير علني، كل هذه عناصر هي التي تنقذ الأسرى. على اعتبار أنه هو أيضا مشارك في الحكومة، لماذا لم يساهم في خبرته من خلال خبرته الحزبية؟ لماذا لم يساهم في هذه الخبرة داخل الحكومة لإطلاق هؤلاء العسكريين؟ أنا أتذكر ما قاله سيد حسن أن نحن جاهزون لنضع أنفسنا في تصرف الحكومة بهذا الموضوع. يعني مشكلة بموضوع حزب الله، وطبعا البعض بس كثير ما عنده وزراء في الحكومة يعني. مع هو حزب الله داخل الحكومة هذا المنطق الذي نتحدث عنه التزم به. أول شيء التزم الصمت، يعني لا نسمع اي وزير من وزراء حزب الله يتحدث، صار له زمان ملتزم. لا الفكره يعني. هي لا الفكره انه بهذا الموضوع حزب الله ملتزم بما تقوله الحكومه، يعني حزب الله ما بيطلع وزير بحزب الله بس حزب الله او وزراء حزب الله في الحكومه ما بيعملوا معركه على هذا الامر، يعني ما هي مطلوب مش معارك، يعني معركة سياسية داخل الحكومة لتسلم زمام الأمور لحتى لوضع خطة معينة. يعني عفوا بس لأوضح السؤال، إنه إذا حزب الله اليوم يرى في خطة الحكومة خطة غير مؤهلة لإطلاق العسكريين وخطة فاشلة، لماذا اليوم لا يقوم بهذه المعركة السياسية من خلال وزرائه في الحكومة لوضع خطة أفضل والاستفادة من خبرته الطويلة في هذا المجال؟ وضع حزب الله كتير حساس بهالموضوع، أي موقف نقدي يقدمه حزب الله لإدارة المفاوضات مباشرة بيطلع مين بيقول إنه حزب الله يريد أن يعرقل المفاوضات، أو حزب الله ضد المفاوضات، أو حزب الله لا يريد المفاوضات. حتى أنا سمعت تقرير مثلا على تلفزيون المنار تحدث بشفافية وموضوعية
عن أوراق القوى التي تمتلكها الحكومة اللبنانية والتي يجب استخدامها. طب هذا التقرير إذا وضع بيد خلية الأزمة أو إدارة هذا المدار، المشكلة أنه أي هذا الموضوع كتير حساس. أول شيء في مشاعر ناس موجودين في الشارع، في وضع سياسي متأزم، في وضع حكومي كتير هش. يعني هذه الحكومة عم تشتغل مثل اللي عم يمشي على الحيط الحيط، لأنه أي خلاف داخل الحكومة بينعكس سلبا مباشرة. حزب الله حسب معلوماتي عم يعتمد السرية في إدارة الأمور، الحرص على عدم إظهار أي مواقف متناقضة، الوقوف خلف الحكومة مش قدامها. حزب الله ما في يكون قدام الحكومة بهذا الموضوع، هو خلف الحكومة، ما تقرر الحكومة يلتزم به. طبعا هو يطالب ويدعو ويسعى ويضع معطيات ومعلومات، ما هو مفترض أن يكون شريك في قرار الحكومة، يعني مش شريك خلف الحكومة. اسمع أنه بالأخير في خلية، هالحكومة كلفت مجموعة من الوزراء والأمنيين، سمتهم خلية الأزمة، هي تدير هذا الملف. ما بعرف شو المطلوب من حزب الله بهذا الموضوع. طلع السيد حسن على ما أذكر قبل 3 أشهر تقريبا قال نحن جاهزون لنضع خبرتنا، ونحن بس عم نقول لكم شو في عنا من تجاربنا بالمفاوضات، هكذا تتم المفاوضات. للأسف أنا بسمع تقارير وبسمع تصريحات، كل ما بيصير شيء حزب الله مسؤول، وحزب الله هو ما بده يعمل مقايضة، وحزب الله عم بفشل المفاوضات، وهذا حزب الله ما عم يحكي شيء. كيف بتحكي حزب الله؟ أي كلام نقدي من قبل حزب الله لأداء الحكومة دغري راح يطلع مين يقول إنه حزب الله عم بفشل المفاوضات. يكون الحل إنه بالنائب النفس وترك هذه القضية لمصير. النائب النفس لا، الحديث داخل الحكومة، داخل مع الإدارات المعنية، يعني في تواصل. برأي حزب الله مش بعيد عن كل القرار، لكن المشكلة يعني برأيي هي المشكلة بإدارة هذا الملف. منذ اللحظة الأولى لم يتم إدارة الملف بالطريقة الصحيحة. أهم قاعدة بهذا الملف كما تحدثنا قبل قليل السرية ووحدة الموقف وامتلاك أوراق قوة. أنا ما في يجي فاوض على وأنا ما بعرف شو بإيدي أوراق قوة. إذا بإيدي أوراق قوة كيف عم بيستخدمها؟ طب لمبارح أولت مبارح، طبعا هلأ اليوم عم بسمع تصريح للشيخ سعد الحريري مع تقديرنا لأده، عمل الجيش اللبناني مجموعة إجراءات لوقف إرسال الإمدادات إلى منطقة مناطق جرود عرسال، وهذه أحد أو ضغط، لأنه هن الآن أحد أوراق الضغط. طيب نعم، مجرد ما بلشت الآن هذه الإجراءات من قبل الجيش اللبناني انتقد رئيس سعد الحريري. الشيخ سعد الحريري لما بعد دقة التصريح بدأ يتحدث عن محاصرة عرسال. طب هي مشكلة مش عرسال، ما عرسال مفتوحة إلى الإمدادات والتمويل، لكن هناك في مسلحين موجودين بجرود عرسان خاطفين عسكريين، وعم مش بس خاطفين عسكريين، عم يعملوا عمليات ضد الجيش اللبناني. طب انا بضلني بسمح انه يوصلهم مازوت، يوصلهم تمويل. ماذا يعني بطن. هذا الكلام، ماذا يعني موقف الرئيس سعد الحريري حول انه يعتبر انه هذه الاجراءات هي محاصره لعرسال؟ ما انا يعني؟ حقيقه سمعت التصريح انا وجاي لهون على الإذاعة. اي نحن كمان قريب. أي فهلا بده متابعه، يعني لانه ما هي اجراءات. طب يا انا، طب الشيخ سعد الحريري قبل 3-4 أيام بعد قتل تصفيه علي بزال طلب من الجيش اللبناني اتخاذ كل الاجراءات من أجل حماية الجنود. بعد العملية اللي استهدفت قبل حوالي أسبوع تقريبا، عملية اللي استهدفت العناصر الجيش اللبناني بأحد مناطق جرود بعلبك، جرود حدث بعلبك. طب نحن يا بدنا نكون خلف الجيش اللبناني بإجراءاته وبعناصره حتى يقدر يحمي حاله ويساهم في إطلاق المختطفين مع إدارة رسمية، أو كل ما بده يعمل الجيش اللبناني خطوة معينة بدنا نطلع نشكك بإجراءات الجيش اللبناني. حضرتك كاتب سياسي وقارئ سياسي، اليوم إذا بدنا نقرأ بموقف الرئيس سعد الحريري ماذا يعني؟ هل يعني أنه بعد تيار المستقبل بعده حتى ساعة، على الرغم من كل هذه الحرب يعني واللي أطلقوا عليها هذه الحملة يعني على داعش في المنطقة، هل بعده اليوم تيار المستقبل حتى ساعة عنده بعض الحساسيات أو يراعي بعض الحساسيات المذهبية؟ لا أنا حسب معلوماتي منذ معركة عرسال الأولى ومعركة طرابلس خلال الأحداث، أن تيار المستقبل والشيخ سعد الحريري بالذات أعلن دعمه للجيش اللبناني في معركة. وهذا العمل هذا القرار هو الذي لعب دور أو ساهم في إنهاء هذه المعارك بسرعة، وفي تأمين ما يسمى البيئة الداعمة للجيش اللبناني في مواجهة. ممتاز. اليوم وين بتحط هذا الموقف؟ اليوم الذي حصل اليوم، أنا ما عندي معلومات
انا ما بعرف بالضبط شو عم بيصير بعرسان او ما يجري في عرسان، لكن بالاخير طبعا الشيخ سعد الحريري طيار المستقبل عنده جمهوره، لابد انه عم توصلوا معلومات، عم توصلوا اجواء، يمكن يكون في من يقدم للشيخ سعد الحريري معلومات، او انه هناك حصار على عرسان، هناك ازمه عم بتصير. طيب هذا الموضوع ما بعرف هلا المعطيات، هذا طبعا الموضوع عند يعني حضرتك عم بتلاقي مبررات ل ما ممكن ان تكون هذه المبررات لهذا الموقف. أنا ما يعني عم ممكن تكون وصلت له معلومات مغلوطه. الموقف هلا سمعناه، يعني ما في معلومات، ما حكينا مع حدا من المستقبل، ما عرفنا الشيخ سعد الحريري على اي اساس بنى تصريحه، لكن انا بدي اقول نحن امام معركه متكامله، لا يمكن ان نخوض معركه جزئيه. يا هذه المعركة بدها تخوض بكامل عناصرها وتستخدم كل أوراقها، طبعا ما في معركة ضد أهل عرسان وما حدا مستهدف أهل عرسان بكل هالمعركة وكل الكلام، نحن ولا يوم حتى أنا بعرف حسب بعض المعلومات أن نفس أهل عرسان بلحظة من لحظات ما هن عم يعني بيتحملوا مصائب بهؤلاء المسلحين، سواء بالهجوم على عرسان، بالتضييق على عرسان. في موضوع متكامل، موضوع له علاقة سواء بإجراءات الجيش، بالصراع مع المسلحين، بأداء الجيش اللبناني وماذا يفعل بموضوع المختطفين، كله معركة متكاملة لا يمكن فصلها. لابد أهم شيء نرجع منقول بهذه المعركة وحدة الموقف السياسي. بالأشهر الماضية كان ملاحظ أنه موقف تيار مستقبل، موقف الشيخ سعد الحريري بالذات، هو خلف الجيش اللبناني وليس أمامه، وهذا كان أمر مهم جدا. الآن هل هناك حصل شيء معين؟ ما بعرف، أنا ما عندي حياة معلومات حتى أكون موضوعي ودائي، لكن أنا بدي أقول كرر أن مواجهة المسلحين والتضييق عليهم هي جزء من المعركة حتى لإطلاق المختطفين. هلأ يمكن يجي يقول بعض إذا عملنا هالشي رح يؤدي إلى رد فعل من الخاطفين، الخاطفين ممكن، يعني أنا طبعا وأتضامن مع أهالي المعتقلين أنه ممكن، لأنه الخاطفين شو بدهم يعملوا؟ بدهم يستخدموا أوراق الضغط. شو هي أوراق الضغط؟ هي لا سمح الله قتل عناصر أخرى، ويمكن مثل ما ردوا على توقيف النساء بقتل المجند علي بزال، العنصر علي بزال، يمكن هلأ تحت حجة التضييق عليهم يمكن يقوموا يلجأوا للتصعيد لأنه بدهم يستخدموا أوراق القوة. لكن بهالمعارك بسموها معارك العض على الأصابع، من يقول أخ أولا. لا ابدا، بس لانه بعد عنا موضوع الاستحقاق الرئاسي، كلام العماد عون امبارح شو بيعني الجوله الروسيه والجوله الفرنسيه في لبنان، وطبعا موضوع حزب الله والوضع الاقليمي، مواضيع كثير ما عرفنا من لحق نحكي فيها، بس بدي اتوقف مع فصل اعلاني صغير وبنرجع. عودة لكم مشاهدينا وإلى حلقتنا اليوم مع أستاذ قاسم قصير، بدي أرجع رحب فيك. زميلتنا نانسي صعب بدي أخذها مباشرة من مجلس النواب، أصبح يعني انتخاب رئيس الجمهورية تتكرر هذه الجلسات بهذا الشكل، بحيث أن حتى صارت عم تغيب عن الحوارات السياسية للأسف، بس بدنا نشوف اليوم شو صار مجلس النواب. نانسي صباح الخير. صباح الخير جوزيفين، تفضلي، شو أجواء المجلس اليوم؟ يعني بطبيعة الحال جوزيفين كنت ذكرت قبل شوي أنه هذا المشهد عم يتكرر، هيدا المرة 16 اللي يتكرر فيها قدوم نواب 14 أدار مع كتلة الرئيس نبيه بري كتلة التنمية والتحرير إلى مجلس النواب، من دون أن تفلح هذه الكتل أو من دون أن يفلح المجلس النيابي باستقطاب نصاب الحضور وهو الثلثين لانتخاب رئيس للجمهورية. طبعا هذا المشهد ربما يتكرر بعد بجلسات مقبلة ما لم يتم التوصل إلى أي اتفاق أو اتفاق الحد الأدنى بين الأطراف، والمنتظر إلى حد ما بحوار حزب الله والمستقبل إذا ما بدأ هذا الحوار، كون لحد الساعة يعني حسب نواب المستقبل النائب عمار حوري عد سؤالنا عم إذا تم تحديد موعد لجلسة أولى للحوار بين الحزبين، قال أنه لم يحدد أي موعد وليس هناك أي جديد على هذا المستوى.
طبعا جوزيفين لم تعد الأهمية بجلسة انتخاب الرئيس، النيابة معروف كيف ستنتهي بإعلان تأجيل جديد، على الأرجح أن يكون هذه المرة لما بعد الأعياد، ولكن الأساس يبقى في مجلس النواب اليوم هو لجنة التواصل النيابية المخصصة لدرس مشروع قانون الانتخابات أو اقتراحات قوانين الانتخابات. يعني البحث يتركز حول اقتراحين، اقتراح النائب علي بزي واقتراح المشترك بين القوات المستقبل والاشتراك، اثنيناتهم ينطلقان من مبدأ المختلط بين النسبة والأكثر. بالجلسة الماضية كان تم التوصل إلى القول أنه هناك نقاط مشتركة بين هذين الاقتراحين، واليوم هناك يعني درس ومتابعة درس لهذه النقاط المشتركة وتفنيد لها، مع طبعا التركيز على الخصوصيات الطائفية. مع العلم أنه نائب روبير غانم كان ذكر أنه هناك رغبة لدى الجميع بعدم التركيز على هذه الخصوصيات، ورغبة لدى الجميع للوصول إلى قانون يحقق التمثيل للجميع، ولكن حسب يعني الدردشات مع النواب خارج التصريح الإعلامي هناك لفت أو إشارة إلى أنه ليس هناك أي جديد على هذا المستوى، البحث لا يزال بمسألة الخصوصيات، بمسألة النقاط المشتركة من دون تحقيق أي تقدم ملموس. مع العلم أيضا أنه نائب روبير غانم كان ذكر أنه النائب جورج عدوان خلال هذه الجلسة قال أو أبلغ أعضاء اللجنة أنه التقى الرئيس نبيه بري، وكان هناك نوع من اقتراح لعقد جلسة نيابية مع بداية العام الجديد، يعني يتزامن مع انتهاء لجنة التواصل من أعمالها، ربما جلسة تشريعية لبت قانون انتخابات جديد. هذه هي إذن الأجواء جوزيفين رئاسيا وعلى مستوى قانون الانتخابات. نعم، شكرا لك زميلي نانسي صعب. بدي أرجع لك أستاذ قاسم قصير. تزامنا مع الجولة الفرنسية، جان فرانسوا جيرو جال على المسؤولين اللبنانيين بمبادرة فرنسية لحل أزمة الاستحقاق الرئاسي، كان عائد من إيران يعني من بعد زيارة إلى إيران، والفاتيكان أيضا عم يضغط بهذا الاتجاه، وأيضا في مسعى روسي. تزامنا مع كل هذه الحركة الدبلوماسية دعما لإنجاز هذا الاستحقاق، العماد ميشيل عون كان له موقف امبارح لافت جدا، وحتى اليوم زواره يعني مثلا استاذ وديع الخازن ظهر من شوي عاد ونقل عنه دعوته للدكتور سمير جعجع لزياره الرابيه والتحاور في هذا الموضوع، قائلا انه يتفاوض مع اي كان حول الجمهوريه. ماذا يعني هذا الكلام؟ هل واضح يعني اليوم المسيحيين وين صاروا بالبلد؟ العماد ميشيل عون عم بيحاول انه يحول معركة الانتخابات الرئاسية من معركة انتخاب رئيس الى معركة اعادة ترتيب النظام السياسي اللبناني، يعني طبعا وهو له يمتلك يعني اول شيء قوة شعبية وسياسية ونيابية، وعم يتصرف من هذا الموقع انه هو لديه يعني مثل قدرة انه هاي اللحظة بلا ما يكون انتخاب الرئيس مجرد انتخاب رئيس لادارة الازمة أو متابعة الأزمة، خلي يكون انتخاب الرئيس للذهاب إلى مرحلة جديدة. هذه أنا برأيي الرؤية اللي كان عم بيحاول يقدمها العماد ميشيل عون، وهذه الرؤية أنا برأيي كانت تستحق النقاش، مش بس يعني من قبل الحلفاء العماد ميشيل عون، حتى من قبل من كان على خلاف مع العماد ميشيل عون. طبعا صار في حوار أولي مع تيار المستقبل لكن لم يصل إلى نتيجة، وهذه جهد مهم. يعني هذه الرؤية إنه في فرق من الواحد ينتخب رئيس جمهورية والأمور تبقى على ما هي عليه، في فرق بين يتم انتخاب رئيس وفقا لمشروع متكامل. بس ما يمكن بتصير أصعب. لا هلا هي يمكن بتصير أصعب قبولها من الطرفين الآخرين، يعني اليوم قديه السنة والشيعة في لبنان بيقبلوا بهذه الرؤية. هلا هناك ميزة عند العماد ميشيل عون إنه يبدو إنه عم يدعي لتحاور مسيحي مسيحي. هلا هو بالاخير المسيحيين معنيين بتحديد رؤيتهم او موقفهم بشكل موحد، انه اذا انقسموا المسيحيين يعني ما في مجال للاتفاق، اما اذا اتفق المسيحيون هذا يعني انه بصير الشريك المسلم سواء كان سني او شيعي مضطر انه يراعي الموقف المسيحي. اما طالما هناك وجهتين نظر، الان الفكره هي يعني برايي اللي طبعا للاسف كل ما عم بيطول الوقت عم نخسر وقت. نحن لهلا انا لم اشعر أن هناك حوار حقيقي حول موضوع السياسة العام، ليس موضوع مين بدنا نختار فلان أو فلان، المشكلة ليست بالشخص يعني.
طالما الأزمة نحن قائم يعني موجودون في قلب الأزمة، لم يتم انتخاب رئيس كما يجب أو كما يفترض أن يتم، ويمكن ما بعرف هذا الموضوع الدستور اللبناني بهالموضوع هيدا كان كتير مرن لدرجة ليحول انتخاب الرئيس كل مرة إلى أما أزمة أو فرصة للحل. نحن أمام فرصة مش بس لحل أزمة آنية، لإعادة لبنان أو تقديم لبنان برؤية سياسية مستقبلية. العماد ميشيل عنده أوراق قوة غير قوته الذاتية كممثل للقوى المسيحية وقوة نيابية، يمتلك حليفان شيعيان أقوياء يعني حزب الله وحركة أمل الرئيس نبيه بري، وحزب الله لديه ما يعطيه للعماد ميشيل عون. حتى الآن حزب الله عم بيقول أنا أي اتفاق حول الانتخابات الرئاسية يجب أن يتم عن طريق العماد ميشيل عون. طب هذا يعني إذا حدا بده يجي يفاوض، حتى سواء بدنا يكون العماد ميشيل عون رئيس أو يوافق العماد ميشيل عون أي مشروع لرئيس، يجب أن يكون هناك تنازلات معينة أو اتفاق مع تيار مستقبل قوى 14 آذار عم يتعاطوا مع العماد ميشيل عون مجرد كونه مرشح أو شخصية سياسية، مش عم يتعاطوا أنه هو يمتلك رؤية أو يمتلك إمكانيات لحلول. نحن بلبنان في عنا كتير مشاكل. العماد عون قادر، وهذا مش لانه انا بالاوتوفي الان، بس انا عم بحكي من موقع استعراض القوة. مثلا حتى نحكي بوضوح، مثلا دكتور جعجع لا يستطيع ان يعالج مثلا وجود حزب الله في سوريا لانه في خلاف بينه وبين حزب الله، بس العماد ميشيل عون يستطيع بالتفاهم مع حزب الله ان يوجد حل او طريق للحل لمشاركة حزب الله بسوريا، لانه حزب الله حريص في حال وصل العماد ميشيل عون على انجاحه، لأنه في حلف قائم افتراضا. قد ايه هذا الكلام دقيق يعني من بعد تجربة وثيقة التفاهم حتى اليوم يلي مش كتير بنودها ظهرت على جدول يعني أعمال وثيقة التفاهم الطرفين. أنجزت مجموعة إنجازات إذا لم تكن مرئية بإعادة ترتيب الوضع اللبناني. لو لم تكن وثيقة التفاهم كنا دخلنا خلال 6 سنوات الماضية أو 7 8 سنوات تقريبا سرة بمجموعة أزمات لا يمكن أن تنتهي. وثيقة التفاهم حمت لبنان خلال حرب تموز. تفاهم حزب الله والعماد ميشيل عون أسهم بتوفير بيئة لبنانية. بس فيما يخص التيار الوطني الحر وهو جدول أعماله وخطته الإصلاحية، هذه ورقة التفاهم لم تؤدي بالشكل المطلوب. يعني وبالتالي إلى أي يعني هون السؤال إنه قد فينا نوثق إنه اليوم حزب الله هو حريص على نجاح العماد عون على حساب مصالحه الشخصية. بعطيك شيء، عندما عاد العماد ميشيل عون إلى لبنان وبدأت مفاوضات بين، وكان هو شريك في قوى 14 أذار وهو جزء من ثورة 14 أذار. العماد ميشيل عون والتيار العوني كانوا جزء، مش أنه كانوا يعني دخلاء على هذه الثورة، كانوا شركاء بالنضال قبل الانسحاب السوري وخلال الصراع ضد من أجل وبعد الانسحاب السوري. ما هو الثمن الذي كان سيعطى للعماد ميشيل عون والتيار الوطني لحظة الانتخابات النيابية عندما كان في حديث عن تشكيل لوائح انتخابية على أساس نائبين أو 3 نواب؟ اجت الانتخابات النيابية أخذ تيار الوطن الحر 20 نائب أو 21 نائب هلأ ما بتذكر الرقم. خلصنا من الانتخابات، بدأ الحديث عن تشكيل حكومة جديدة آنذاك. ماذا كان سيعطى للتيار الوطن الحر؟ انحكى بوزير أو وزيرين. لكن عندما تحالف حزب الله والعماد ميشيل عون على الدخول بالحكومة بعد أحداث أيار وكان حزب الله شريك للعماد عون، أصبح التيار الوطني شريك بأي حكومة شراكة حقيقية، شراكة شكلية أو شيء. هو أصبح شريك في الحكومة لأنه هو حليف حزب الله ولا لأنه هو أثبت عن هو قوة؟ ما هو أثبت هو كان هو قوة من خلال انتخابات لكن نيابية. لكن نحن نعرف بلبنان أي قوة ذاتية إذا لم يكن لديها حلفاء آخرين من بقية الطوائف أو القوى السياسية لوحدها ما بتقدر تعمل شيء. أي بس أنه ألا تشارك؟ لا. يعني اليوم كان ممكن مثلا حزب الله او تيار المستقبل ان حتى يحيد مشاركه التيار الوطني الحر في الحكومه حتى ولو حصل على فكره انه تحالف تيار الوطني الحر مع حزب الله ساهم باشراك او بدعم وجود تيار الوطني داخل الحكومه وداخل المجلس النيابي بما يستحقه بالوقت اللي كانوا الاخرين يريدون تهميش او تحجيم هذه القوه. حزب الله خلال كل الفترة الماضية كان دائما يردد انه انا خلف العماد ميشيل عون
سواء بالمعركة الرئاسية أو المعركة النيابية، وكان حريص إنه ما يعمل أي شيء بدون اتفاق مع ميشيلون. أنا بدي أقوله الآن القصة أكبر، القصة مش نواب مش وزراء، القصة إعادة بناء لبنان. نحن أمام مرحلة، لبنان هو البلد الوحيد في المنطقة تقريبا باستثناء يمكن تونس وبعض دول المغرب العربي الذي حافظ على نسبة كبيرة من الاستقرار رغم كل مآسي النظام السياسي، سواء الموضوع الأمني والعسكري، رغم كل المشاكل. هذا البلد بحاجة لإعادة بناء من جديد وفق رؤية جديدة، خصوصا وهذا الكلام مش كلام شعر، خصوصا بموضوع دور المسيحي في المنطقة. البلد الوحيد الآن الذي يستطيع المسيحيون فيه أن يستعيدوا دورهم الفاعل سواء على مستوى لبنان أو على مستوى المنطقة هو لبنان. هو المدخل، يعني الانتخابات الرئاسية ممكن أن تكون مدخل لإعادة. وأنا حتى يعني هذا كلام رح نحكي عن هذا الموضوع، رح نحكي حتى عن اليوم الأجواء الإقليمية المرافقة من إيران إلى المملكة العربية السعودية، بس اسمح لي انتقل لأنه زميلتنا جويس نوفل ناطرتنا بساحة رياض الصلح في إلى جانب الأهالي، أهالي العسكريين المخطوفين. جويس يعطيك العافية. شكرا جوزيفين. تفضلي، شو الأجواء اليوم خصوصا وأن المواقف السياسية يعني امبارح كانت كثيرة ومتناقضة؟ نعم، بغض النظر عن المواقف السياسية والمشهد يلي طغى امبارح على ساحة رياض الصلح، إلا أنه لم يطرأ أي جديد منذ مساء أمس بعد زيارة وفد هيئة العلماء المسلمين إلى أهالي العسكريين المخطوفين. اللافت اليوم فينا نقول بساحة رياض الصلح هو توحد الألم والحزن من قبل، يعني بعد ما قام وفد من أهالي المفقودين والمعتقلين من الأسكوا بزيارة إلى رياض الصلح للتضامن مع أهالي العسكريين المخطوفين وتبادل إذا فينا نقول المعاناة الموحدة نوعا ما، بما أنه يعني الأمهات والزوجات والأبناء عم بدوقوا نفس اللوعة. إذا فينا نقول أمهات المعتقلين في السجون، أكان في السجون السورية وكان المفقودين بسبب الحرب اللبنانية، يعني صار لهم سنوات وسنوات عم بعينوا على فقدان أحبائهم. هالأمر عم بحاولوا يتشاركوا كانوا اليوم مع أهالي العسكريين المخطوفين. للاطلاع أكثر حول هذه الزيارة التضامنية من قبل أهالي المعتقلين والمفقودين إلى جانب النائب غسان مخيبر، حضرة النائب اليوم جيتوا تشاركوا أهالي العسكريين المخطوفين بلوعة دقوة أمهات المعتقلين وزوجاتهم، شو تبدلتوا أنتوا أهالي العسكريين؟ كنا وف من اللي اجوا من فوق، تنذكر أنه المعاناة زيتها وحدة قديمة وحدة جديدة بتأمل طبعا مطول ويصير إفراج سريع عن أخوتنا وأهالينا من مخطوفين من الجيش والأمن الداخلي. الدولة كانت مقصرة، بتعرفي هالأهالي عانوا لسنوات ما حدا كان يطلع فيهم. حسينا أنا عم نسمع نفس الكلام حسب أي ساعة بتخلص من اللي مخطوفين هون. المطلوب أنه لا، الدولة تقدر تقول أنا أم لهودي أبنائي. المطلوب كان فوق مؤسسة مختصة بطية المفقودين، بتأمل ما ينعمل مؤسسة مختصة لهذه القضية، بس هي اهتمام للدولة هذا المطلب. خايفين ما تنعاد تجربة السنوات والضياع واللجان يلي تشكلت بموضوع المعتقلين كمان تنسحب على موضوع أهل العسكريين؟ أكيد أكيد، ما لازم تكون مشابهة. هذه جهات خاطفة معروفة، أماكنهم معروفة، واللي بيقدروا يمونوا عليهم معروفين. بحالة أهالي المفقودين والمخفيين قسريا، السوريين ما كانوا عم بيردوا، إسرائيل، الفلسطينيين، الميليشيات، الزمن مختلف، إنما المعاناة والوجع ذاته. فعلا هذه وقفة تضامنية، كانوا الأخوين عم بيقولوا ما حدا عم يسأل عنا، عم نحاول نقول لهم والأهالي عم حاولوا يقولوا لهم إنه كل اللبنانيين معهم، كل اللبنانيين قلبا وقالبا مع أولادهم، هن أبنائهم أبنائنا، والمعاناة ذاتها على أمل أنه هالنطرة ما تطول، ما تكون نطرتهم مثل نطرة أهالي المفقودين والمخطوفين. الوجع ذاته، إنما الحلول لازم تكون مختلفة، والاهتمام بالدولة لازم من الدولة لازم يكون ذاته. حضرتك زوجة مفقود صار له سنوات، جدت بدلت مع زوجات ومع أمهاتهم، شو قلتي لهم؟ أول شيء أنا بفهم حرقتهم لأنه نحن كلنا الحرقة قبل،
وتاني شيء بقول لهم نحن على طول معكم، متضامنين معكم لانه الجرح، بس ان شاء الله قضيتكم مطول مثل قضيتنا. ونحن كنا بنتمنى من الدوله تشلنا خيمتنا، مش تيجي تحط خيم تانيين هون، هذا كلنا بنتمنيه من الدوله. وبطلب منهم يكونوا صبورين. نحن انا لي 33 سنه بركض ولنا 10 سنين بالخيمه، ان شاء الله هن ما بيقضون هودي، واقرب شيء بيكونوا اولادهم عندهم. جوزيفين، بس بعد رح أتوقف مع أحد أهالي العسكريين يلي شقيقه مخطوف، نوفل تبدلتوا الحزن واللوعة يلي هن دقوها صار لهم سنوات كتير، شو أثرت فيكم الزيارة اليوم؟ أثرت فينا كتير، متمنى ما كان لازم تطول هالدولة معهم بهالملف، بالخصوص الأهل المفقودين إلهم 30 سنة 35 سنة. يعني إذا هن إلهم 35 سنة بيصرخوا بعد ما الدولة ما تجاوبت معهم، نحن إلنا 5 أشهر وقتنا حنا، يعني الدولة مثل ما صار فيهم هن اللي حيصير فينا نحن. واللو على الدولة إلا 5 أشهر بتقولنا عم نشتغل بالملف، آخر شيء طلع بالشغل بالملف على قتل الشهيد علي البزال، ما صرفتنا شيء من الدولة. هلا ناطرين الله، بس هو الله اللي بيفرج عن هالشباب وبس. شكرا لك. نعم جوزيفين، يعني هيدي هي الزيارة التضامنية من قبل أهالي المفقودين والمعتقلين في السجون السورية لأهالي العسكريين المخطوفين في عرسال. نعم جوزيفين، شكرا لك زميلي جويس نوفل. طبعا نحن رح نكون معك في حال استجد أي جديد، أو في حال يعني في كتير اليوم المسؤولين عم ينزلوا يزورون كتير للأهالي، ولكن حبذا لو يكون هناك نتيجة. إن شاء الله إن شاء الله. بدي أرجع لموضوع الاستحقاق الرئاسي. اليوم في صراع تحالفات بالمنطقة، دول الخليج تخطت مشاكلها بين بعضها، إيران العراق وسوريا هم في حلف واحد، اليوم حزب الله وين؟ كيف سيواجه صراع التحالفات هذا، وكيف سينسحب هذا الأمر على موضوع الاستحقاق الرئاسي؟ يعني أنا رغم شدة الصراع بالمنطقة، لكن هناك حدثان مهمان في المنطقة يمكن أن يفتح الباب أمام تسويات سواء على مستوى الإقليمي أو على مستوى اللبناني. الحدث الأول هو ما تقوم به داعش من أعمال في المنطقة، أدت إلى خوف كل دول المنطقة من داعش، رغم أن معظم هذه الدول لعبت دورا ما في تضخيم داعش، سواء كانت دول غربية أو دول إقليمية أو عربية. لكن الآن داعش أصبحت البعبع الذي يخيف الجميع، من تركيا إلى السعودية إلى الأردن إلى مصر. لذلك داعش، بالإضافة إلى أنه إيران وسوريا وحزب الله هم في مواجهة داعش، داعش أصبحت حسب تعبير أحد المفكرين السوريين دكتور طيب التيزاني، قال هل يمر توحيد العالم عبر داعش؟ يعني داعش. الحدث المهم كمان الآخر الذي يشهده العالم في هذه المرحلة هي تراجع أسعار النفط. تراجع أسعار النفط يعني تراجع القوة، قدرة الأطراف، كل الأطراف سواء كان بهذا المحور، على خوض الصراع والحرب، روسيا إيران السعودية دول الكبرى. يعني صار في قوة تمويل الحروب بتصير أقل، وهذا سيدفع أنا برأيي الجميع للبحث عن تسويات. لذلك نلاحظ الآن أن الروس يتحركون بفعالية للبحث عن حلول للأزمة السورية، السعودية وقطر تسعى بكل قوتها لإعادة لملمة وضع دول الخليج لمصالحة قطر بمصر، ممكن مصر مع تركيا لاحقا. إيران تشعر بحاجة لتسوية وضعها مع الدول الكبرى، سواء بالملف النووي أو بموضوع المنطقة. أنا رغم أنه قسوة المشهد اليوم، أشعر أنه ليك. طبعا حزب الله بهذه المعمعة، حزب الله خاض صراع خلال كل هالسنوات، كمان حزب الله يريد أنا برأيي التواصل التسويات، ومسؤولين بحزب الله عملوا عدة مراجعات بفترات ودعوا لإعادة النظر بالأداء وبالموقف، وقدموا كتير مبادرات. أنا برأيي هناك الآن جهد على مستوى الدولة الإقليمية لإعادة ترتيب الوضع لمواجهة هاتين المشكلتين، مشكلة داعش ومشكلة الوضع الاقتصادي. يمكن هذا يضغط، ولبنان كمان يتأثر بالمشهد الخارجي. نحن بنعرف أنه كتير أزمات بلبنان تصل إلى حدها الأقصى، لكن عندما يحصل تطور خارجي غير عادي تؤدي إلى دفع الأطراف للبحث عن تسوية. نحن بحاجة إلى تسوية داخلية بشرط أن يكون الكل شركاء فيها، ما أن تكون على حساب أحد، لا حساب التيار العوني ولا حساب حزب الله ولا حساب التيار المستقبل، ولا غالب ولا مغلوب، وبالتالي التسوية بتصير بلا لون. هذا ما يتحدث لا يعني عنه التسوية. التسوية لا تعني يعني مثل التنازلات بالمطلق، تسويات هي تصنع الدول. يعني هذا بعلم الدستور، يعني يمكن دكتور أنطوان مصابه استاذنا كان باليسوعية واللبنانية. التسويات لا تعني الشيء السلبي، بس التسويات السابقة يلي شهدناها بلبنان، يعني
والاتفاقات يلي صارت وانسحبت على لبنان لم تكن إيجابية ولم يعني بضمن أي تسوية يعني. لها نتائج أي تسوية لها عادة مثل أي اتفاقات عندها عناصر إيجابية. لماذا اليوم هذه التسوية ستكون إيجابية؟ أنا بعدني عم أقول هناك مؤشرات لاحتمال حصول تسوية. يجب أن تكون هذه التسوية لمصلحة لبنان وليس على حساب لبنان. ونحن لأول مرة يعني بنشهد أن الوضع اللبناني الداخلي يلعب دورا مؤثرا في أي تسوية. طب لأول مرة بتيجوا المندوبون الخارجون يعني يأتون إلى لبنان ليحثوا الأطراف على البحث عن حلول، مش عم يجوا يفرضوا حلول. نتذكر أيام مورفي، إجا مورفي قال لهم للبنانيين أما مخايل الظاهر أو الفوضى. الآن ما حدا عم يجي يقول لهم للبنانيين أما فلان أو الفوضى، عم بقول نحن خلف قرار اتفاق اللبناني. الفكرة اللي بدي أقول عنها أنه هناك فرصة أمام اللبناني للاتفاق على رؤية مستقبلية للبلد، وأن تكون الانتخابات الرئاسية يعني اللي عم يحكي اليوم لعماد ميشيل عون أنه الرئاسة مقابلة اتفاق الطائف أو نظام سياسي. لعماد ميشيل عون طبعا هو عارفين عناصر قوته أنه يريد أن تكون مفاوضات حول الانتخابات الرئاسية، ليس فقط أنه والله بترشح ولا ما بترشح. تعالوا قولوا لي شو الرؤية السياسية اللي بدنا ندير فيها البلد، وهذا حقه. وبقية الأطراف يجب أن تطرح. نحن الآن أمام وضع، الوضع المسيحي بالذات في المنطقة الآن يتعرض لضغوط ديموغرافية وسياسية وأمنية. المكان الوحيد نسبيا الذي يستطيع فيه المسيحيون أن يكون لهم دور فاعل في إعادة تشكيل لبنان والمنطقة هو لبنان. طب نحن إذا بدي أحكي الآن كلبنانيين أو كمسلمين معنيين أنه نساهم بإعادة تفعيل الدولة المسيحية بلبنان. إذا كان اتفاق الطائف كان على حساب الدولة المسيحية في لبنان عام 1909، لماذا لا يكون انتخابات رئاسية أو أي تسوية سياسية لإعادة تفعيل دور مسيحي في المنطقة لمصلحة المسلمين؟ لأنه هذه المنطقة إذا خلت من الوجود المسيحي ذاهبة إلى صراع مذهبي سني شيعي. هو موجود، موجود بس وموجود بوجود المسيحيين. عندما يكون هناك بلد متنوع وبلد متعدد بصير خيارات التسوية والاتفاقات أقوى. عندما يصبح البلد ذو منحى واحد، يعني إذا في بلد صار فيه بس مسلمين بصير الصراع يروح بين السنة والشيعة، بين العلويين والسنة، بين الإسماعيليين والزيديين والسنة. أما إذا صاروا بس سنة بروح الصراع سني سني، مثل ما صار بليبيا، مثل ما بصير بمصر. بمصر ما في صراع سني شيعي، صراع له بعض سني سني، يعني إذا بدنا ناخذ بعض مذهبي. بليبيا منه صراع مذهبي، يعني هو صراع سياسي، هو صراع سياسي بس إنه قصدي بين داخل الطائفة السنية. بلبنان أو بالمنطقة إذا تراجع الدور المسيحي رايحين لا، يعني هلا في صراعات بس بعدنا لهلا يعني ما فتنا بالصراع طويل الأمد. لذلك الوجود المسيحي بهذه المنطقة هو وجود من أجل إعادة تركيب هذه المنطقة بالشكل الإيجابي باتجاه دولة مدنية، باتجاه دولة تعددية، باتجاه دولة مواطنة. لذلك المطلوب أنا برأيي، وهذا كلام للقيادات الإسلامية سواء تيار المستقبل أو حزب الله أو حركة أمل أو حزب التقدم الاشتراكي، أن يساهموا. بتعتقد أن هن مستعدين للمساهمة في هذا المشروع يلي عم تقول حضرتك؟ لأنه كل المؤشرات يلي بدت في السنوات الماضية أنا باللقاءات الخاصة أو بالجلسات الخاصة تسمعي بداخل هذا التفكير انه هن شاعرين بهذه المساله وانه لازم نعمل شيء. اظن لو شاعرين مثلا ما كانوا اتفقوا على قانون انتخابات يؤمن التمثيل الصحيح، يعني أحد ما كانوا استجابوا لبعض الدعوات. يعني هذا من ضمن التسويه الذي يجب ان تتم. نحن بحاجه الى تسويه شامله وليس تسويات جزئيه. ان تكون من ضمن انتخاب الرئيس اتفاق على قانون انتخاب جديد، مجلس الشيوخ اذا بدنا نرجع نعمله، اعاده صياغه النظام السياسي بما يحفظ أولا دور المسيحي والوجود المسيحي وبما يحقق التوازن ويعني التعاون بين كل القوى اللبنانية. وأنا برأيي دور المسيحي هون ممكن يلعب، بس لكن أول شيء في عنا أزمة مسيحية كمان بدنا نخذها الاعتبار. يعني طالما في ثنائية مسيحية هذا يؤدي إلى تأخير البحث عن تسوية. أما إذا كان في رؤية مسيحية موحدة أو مش ضروري يعني كاملة موحدة بس إنه في توافق، ما بعتقد هذه بتضغط. أنا مش عم لا قادة المسيحيين أدرى بوضعهم، لكن المطلوب أنا برأيي وهذا اللي كان عم بيعبر عنه الفاتيكان الفترات الأخيرة. الفاتيكان كتير حسب معلوماتي ومتابعاتي
عنده حساسية حماية الوجود المسيحي في لبنان والمنطقة بسبب المعطيات عن تراجع الدور المسيحي الديموغرافي مشاكل لذلك. وبالتالي هو حريص على انتخاب رئيس جمهورية شو؟ هلا هو بيقول لازم انتخاب رئيس ما محدد الفاتيكان. إذا حريص على يعني إذا حريص على الوجود المسيحي يجب معرفة من سيكون مش من بالشخص بالاسم هو ولكن هون من هون محور النقاش محور النقاش هل نريد أن ننتخب رئيس لمجرد انتخاب رئيس وملء الشغور بالرئاسة أو نحن نريد أن يشكل انتخاب الرئيس مدخل لبناء لبنان جديد مفتوح على أفق جديد. أنا برأيي هذا سؤال ما عم بسمع أنا طرح عنه، عم بسمع فقط إنه بدنا رئيس. بس هذا يتطلب تنازلات عديدة يا أستاذ قاسم. صحيح. من القوى السياسية اليوم يلي هي تتحكم بالسلطة، هل ستقبل هذه القوى السياسية بالتنازل عن ما هو يعني تعتبره ملكة من سلطة للدخول في هذه الجمهورية الجديدة؟ إذا كانت هذه الأطراف تريد الحفاظ على لبنان وعلى دورة بلبنان، لأنه إذا لم يتم المراجعة وتقديم تنازلات رح يروح كل لبنان ورح نروح على صراعات كبرى. التنازل أحيانا واحد بيقدم تنازل جزئي لحماية الكل. أنا برأيي خاصة بدي أحكي بوضوح وصراحة تيار المستقبل حركة أمل حزب الله والحزب التقدم الاشتراكي هي القوى الإسلامية الآن المعتبرة مطلوب منا أن تكون لديها رؤية واضحة بتقديم تنازلات للطرف المسيحي بسواء بالنظام أو بأنه أن يقال للمسيحيين نحن خلفكم وليس أمامكم. وأي حوار بين حزب الله وبين تيار المستقبل يجب أن يكون بوعيهم أنه أي اتفاق إذا لم يتم أخذ بعين الاعتبار الدور المسيحي والوجود المسيحي والموقف المسيحي هذا اتفاق لن يتم. بدنا نرجع بسير أما لاتفاق ثلاثي جديد أو لحلف رباعي جديد أو لحلف ثنائي جديد وهذا لا ينفع. أنا برأيي حقيقة هذا كلام بحكي من موقع يعني المعاناة نحن أنا بحكي من موقع إسلامي وجود إسلامي بلا وجود مسيحي يعني حروب داخلية وجود مسيحي إلى جانب وجود إسلامي يعني الذهاب نحو التنوع وأن يعود لبنان بالسابق كانوا يقولوا لبنان مثل المنطقة أو الخوف الآن يمكن أن يكون لبنان هو البلد الذي يقدم نموذج جديد في المنطقة إلى جانب تونس. يعني الآن تونس هي تقريبا بعد الثورات العربية البلد الوحيد اللي نجح في إحداث مرحلة انتقال ديمقراطي وهن رايحين هلا على انتخاب رئيس جمهورية في 21 كانون الأول. نعم. بعتقد وتاريخيا نحن بنعرف لبنان وتونس في هالعلاقة التاريخية قرطاجة وبتعرف إذا بتروحي على تونس بتشوفي المجتمع التونسي بيشبه كتير المجتمع اللبناني بالتعددية والتنوع والمجتمع المدني رغم أنه هن غالبية مسلمة بس في نسبة مجتمع مدني قوي مؤسسات نقابية قوية يمكن أنه لبنان وتونس يشكلوا منارات في هذه المنطقة لإعادة تصويب مسار المنطقة بدلا ما تروح منطقة نحو داعش وصراع طائفي ومذهبي لا بتروح نحو التنوع وهذا اللي عم بيحكوه بالمؤتمرات الدينية لكن بدلا أن يكون فقط خطاب ديني يجب أن يكون في رؤية سياسية. على أمل أن تكون نظرتك التفاؤلية يعني للمنطقة اليوم قابلة للتحقق قريبا. شكرا لك أستاذ قاسم قصير على حضورك معنا اليوم بحوار اليوم. شكرا مشاهدينا على المتابعة وإلى اللقاء.